في بلاد الخير، إمارات الخير، نلتقيكم. In this great country of the United Arab Emirates, we achieve success after success. مع آلاف الحكايات سوف نفتح كتب الذكريات ونسمع منهم. كل هذا وأكثر في وثائق نجاح. معي أنا شادية الحسامي، نلتقيكم. أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم الوطني وثائقي نجاح. ويسعدنا أن نستضيف اليوم السيد خالد خوري. أستاذ خالد خوري، أهلاً وسهلاً فيك، تشرفنا بوجودك معنا اليوم. إن الشرف أستاذي. بداية حابين نتعرف على شخصك الكريم أكثر. مين هو خالد خوري؟ كيف كانت بداياتك بدولة الإمارات؟ أنا اسمي خالد مير عبد الله خوري، أنا مواطن من الإمارات ومقيم في دبي، وطبعاً من أجداد موجودين في الإمارات. أكيد. ابتدينا في المصنع هذا سنة 2005، ابتدينا بقى 13 شخص. أستاذ خوري، خلينا نحكي شوي قبل فترة بلشت فيها المصنع. شو كان عملك؟ شو كنت تعمل قبل هيك؟ من وين اجت فكرة المصنع بعديها؟ أنا طبعا خبرت عشان أنا مهندس ميكانيكي، واشتغلت في دبي في شركة كهرباء دبي في وقتها، بعدين اشتغلت في دوبال قبل هذا، بعدين اشتغلت في البلدية. وخلال عملي في البلدية تعرفت على شريكي في المصنع أستاذ ماهر، كان عنده فكرة أن نسوي المصنع الحديد هذا. كنت أعرف أن أستاذ ماهر عنده خبرة في مجال الحديد، فما كان عندي مانع، بالعكس شجعته، قلت أنت أي شيء تبغي أنا أقدر هذا أرتب لك ونرتب المصنع وكل شيء. بداية كانت الحمد لله وايد بسيطة وسلسة، لأن متفاهمين على البداية شو نبغي بالكامل. فابتدينا المصنع سنة 2005 بثلاث أشخاص، وجبنا موظفين يعني 3-4، كان هو على علمه لأنه هو كان عنده خبرة في السابق في نفس المجال. ابتدينا الحمد لله سنة 2005، وخلال سنة كنا الحمد لله يعني ماشيين أحسن من المتوقعين. كانت الأمور سهلة، الحمد لله كانت الأمور سهلة، لأن نعرف بالضبط شو السوق يبغي، ونعرف نحن مؤهلاتنا شو، موظفين ممتازين، فنيين ممتازين، وعندنا خبرة في المجال هذا، ما في حد ثاني يقدر ينافسنا في هذا المجال. الحمد لله. خبرنا شوي عن المصنع، شو الخدمات اللي بتقدموها؟ شو بتعملوا بطريقة أدق؟ نحن طبعا مصنع متخصصين في أعمال الحديد، يعني أعمال الديكورات الحديد، الطرابزين مال الحديد، البيبان الحديد حق البيوت، قصور، مساجد، فلل، فنادق. فنحن تخصصنا أعمال الحديد المطاوع، يعني تشكيلات الحديد، ومتخصصين في هالمجال. وحتى ممكن نعمل أعمال صب حديد ونخلط مع الحديد رخام أو زجاج أو خشب، فكنا الحمد لله في هذا المجال. بس حاولوا يعني بتحاولوا تكونوا شوية متنوعين، يعني إشي أكثر أكثر بلاس الحديد، يعني بتحاولوا تعملوا إشي مثل رخام وهالأشياء. نحن متخصصين في الحديد بس ممكن تزيدوا مثلا يزيد، يبغي والله أنا أبغي رخام فوق هذا، أو نبغي حجر داخل الحديد، فهذا نحن نسوي. فمثلا أستاذ خالد، مثلا بيجوك مشاريع مثلا يعني فيلا أو منشأة اجتماعية مثلا، بيسألوا بيطلبوا منك انك بدنا ديكور لهالمكان، او انت بتعمل منتجاتك يعني بطريقة ميكس، يعني ممكن يجوا ويختاروا الاشي اللي بدهم من المصنع. اي نعم، نحن الحمد لله عندنا سهولة ان نطور عملنا باي طريقة المزبون يبغى. مثلا هو يجيب لي مخطط او يجيب لي صورة، فيقول انا ابغي في الصورة هاي هذا الجزء، وابغي من الجزء الثاني من الصورة الثانية، فنحن نعمل عينات ويختار التصميم اللي يبغيه، نوري مثلا الاوراق او التصاميم اللي يبغيها، فنشكل ان اي 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 تصميم هو يبغي الزبون. وعندنا خبره في هذا المجال كثير، ما في حد ثاني عنده في السوق في هذا المجال، يعني الخبره هاي ما شاء الله. فحتى من الورق حتى من الصوره نحن نعمل مخطط مثلا 3 دايمنشنز نعطيه، او حتى نعمل عينه بالكامل حديد قطعه صغيره ونوريها،
فهو عاده يكون مبهور ويشوف ان ما شاء الله عمل الورق سواها على كثير حلو الحمد. كثير حلو ما شاء الله عليك استاذ خالد. طبعا بلش بدايه ما كان صعبه كثير مثل ما حكيت انك كنت ماشي على خطط معينه وكانت امورك سهله بالاول. بعدين طورت حالك ووصلت لنقطه منيحه حاليا لهاليوم. وعشان تخلي تحتفظ بهالمستوى اللي وصلت له هلا طبعا استاذ خالد عامل كمان مبادئ ماشي عليها بالشغل. شو هاي المبادئ؟ شوف نحن مع اي زبون نعامل اي زبون سواء صغير او كبير نعامله نفس الشيء ونحن طريقتنا في العمل اول شيء التشطيب يكون ممتاز ما في احسن تشطيب لازم نعطيه التزام بالوقت والتزام بالكواليتي او النوعيه وما في اي غش في المواد نستخدم احسن المواد في استخدام هذا حلو نعطيهم ضمان في اي شغل نحن نسويه اقل شيء 10 سنوات حلو 10 سنوات احنا ما نعطيه ضمان على الشغل مع مش سهل 10 سنوات كثير فتره طويله خصوصا الاعمال الحديد الخارج البيت ناس تقول بتصدي ما تصدي فنحن نعمل جالفانايزنج يعني نعمل بالزنك في احواض الزنك نعطيه ضمان 10 سنوات انه ما الحديد ما يصد يعني بسم الله الرحمن الرحيم انا سيد مسؤول المصنع والمواقع حابب اوضح لحضراتكم شيء بسيط بخصوص الشغل اللي هو مرحله الهوت ديب جلفانايز المرحله هاي بتكون مهمه جدا لشغل الحديد وبتكون مهمه جدا لصاحب العمل او صاحب البيت لان هاي ماده الهوت ديب جلفانايز بتحمي من الصدى لمدى طويل اللي هي البروتكشن ضد الميه والعزل ما يصد معانا الحديد وما يصد الابواب وتضل معانا لعمر اطول. طبعا المرحله دي مهمه جدا وفي شركات كتير جدا بتهرب منها بسبب ان هي بتكون اول شيء مكلفه في التشغيل وبتكون مكلفه كمان بالعماله. دي حاجه مهمه جدا نحب نوضح للساده المستخدمين الحديد المشغول لان دي بتكون اهم حاجه اللي بيخاف منها صاحب البيت او المستهلك ان الحديد يصد منه على المدى البعيد. طبعا ما بتظهر معاه في خلال سنة او اتنين بس بعد سنة او اتنين بتبدأ تبقى معنا المشاكل فلازم نكون لازم نكون احنا مستخدمين الهوت ديب جلفانايز. طبعا زي ما وضحت لحضرتكم هو الهوت ديب جلفانايز حاجة مهمة جدا للشغل ومهمة جدا للحديد لان هي الحاجة الاساسية اللي بتخلي صاحب البيت يكون واثق في الشغل. طبعا احنا الحمد لله استمراريتنا في الدولة بخصوص ان احنا اشتغلنا في الحديد فما عندناش اي مشاكل بخصوص هذا احنا اكتر من 20 سنة في البلد اشتغلنا الحديد ما عندنا اي مشكلة ما جالنا اي كومنت على ان في باب صدى من ابوابنا لان مادة الهوت ديب جلفانايز هي تعتبر رقم واحد شغل الجلفانايز في الدولة ضد الصدى ودي كانت ملحوظة بس بالنسبة للشغل الحديد الى الحبيب نوضحها للسادة مشاهديننا والسادة مستهلكين الابواب الحديدية ان عندنا هنا احنا بنستخدم الدوكو السيارات اللي هو البنت الكلر الكار بنت السيارات دي طبعا مش البودر كوتينج دي مادة احنا بنحاول نستخدمها بالمعجون السيارات وصبغ السيارات الكود تبع السيارات كمان العازل تبع السيارات اللي هو الانسوليشن تبع السيارات التوب كوت اخر شيء اللي هو ستاندوكس وما شابه ذلك دي طبعا بتكون مهمة جدا لشغل الحديد برضو ان احنا بقدر المستطاع ندي عمر اطول للدهان وبندي عمر اطول للباب نفسه لان احنا بنحمي الحديد وبنحمي مادة الجلفانايز اللي احنا عملناها وبنحمي كل شيء في الشغل. شكرا. ما شاء الله كتير حلو واكيد بهمك ردود فعل العملاء تبعك. اكيد خبرنا شو عن الزبون اللي يروح يرجع مرة ثانية ويوصي اهل كله شي. هذا اهم شيء عندنا نحن ما نعمل دعايات في التلفزيون ولا شيء الزبون نفسه يعمل له دعايه لانه يشوف مثلا نحن نلتزم بالوقت ونلتزم بالنوعيه وبالتشطيب وبالهذا فهو يقول لنا يعني ما في حد ثاني مثلكم يلتزم بهالكلام هذا فكل الزبائن ما شاء الله تجينا ترجع مره ثانيه ترجع مره ثانيه يبون اشياء ثانيه بعد اكبر وهذا اهم شيء بالشغل اهم شيء المصداقيه والالتزام بالوقت صح واكيد استاذ خالد خوري لساته ما شاء الله لساته صغير ولساته عنده مشاريع مستقبليه لسات في احلام في خطط وين بتشوف حالك من هلا لخمس سنوات والله شوف نحن في الوقت الحالي عندنا بعض النواقص في المصنع نبغى نكمل مصنع بالكامل مثلا اعتماد على النفس مثلا في احنا اوراق وتصاميم نشتريها من الخارج مثلا من الصين او من ايطاليا وهذا
فنحن في الوقت الحالي ابتدينا نسوي مصنع ثاني خاص لنا. حلو. نصب الاوراق او نصب التصاميم هاي عندنا نفسها عوض ما تستوردوها من برا، لان نقدر نلتزم في 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 النوعيه نوعيه الحديد اللي نستخدمه والتشطيب لهذا. فتحصل التشطيبات اللي نستوردها من الصين تشطيبات تعبانه جدا وتصدي وهذا. فنحن يوم نصب داخلية عندنا ممكن نلتزم بالكواليتي. بالكواليتي هاي بلشتوا هالموضوع ولا لسه تطور؟ لا ابتدينا الحمد لله، بس بسبب الكورونا فما قادرين ان نستورد المواد الاولية. بس الحمد لله ابتدينا وسوينا عينات كثيرة، واحد بس باقي يصب نصب كل المواد هذه عندنا في المصنع. ان شاء الله بعد 5 سنوات نرجع عند استاذ خالد أكيد. وتكون باعلى المراتب يا رب. إن شاء الله. واكيد دوله الامارات كان لها دور كبير ببداياتك ونجاحك. اكيد هالاستقرار ما يستوي، التطوير ما يستوي الا اذا في حكومه ثابته أكيد. مستقره امان. والشكر طبعا يرجع لرئيس الدوله والحكام الامارات كلها، خصوصا نحن مصنعنا في الشارقه، في دائما دعم من حكومه الشارقه دائما. الحمد لله الكهرباء ثابته والخدمات متوفره على مدار الساعه. اي تطوير اي تنميه اي توسعه ما تقدر تمشي فيها الا اذا كانت امور السياسيه والاقتصاديه ثابته في الدوله. والحمد لله عندنا في دوله الامارات الامور الاقتصاديه مستقره، العملات قوية، الأمن مستتب، في دعم شديد جدا من الحكومات المحلية والاتحادية، في مسألة استيراد المواد وهذا في كل سهولة. مثلا أي مادة بغيتها من أي مكان في العالم ما عندك أي ضوابط، ما عندك أي موانع، أي صعوبات، ما في أي صعوبات، أي أجهزة بغيت، أي معدات بغيت ممكن تستوردها تكبر في المصنع. دولة الإمارات ما شاء الله عليهم، حتى لو فكرة صغيرة بتروح تطرحها عليهم بيكبروها بيعملوا منها مشروع كبير. صحيح. وخلينا نحكي إنه الأساس القوي بالدولة هو اللي بيعطي فرص للناس تطور حالها مثل حضرتك أستاذ خالد. أكيد. وبعدين طبعا تلاحظ إن في الحكومة نفسها وحتى المقيمين في البلد يحبون الأشياء المصنوعة في البلد. صح. يعني ما بيحبون يستوردون أشياء من برا إذا كانت موعية عندنا والأسعار والكواليتي عندنا عالية جدا. فتحصل دعم كبير جدا حتى من المقيمين في البلد والمواطنين، دائما يرجعون لك يقولون لك مثلا نبغي المواد هذا وهذا خلص عندنا. الحمد لله، وهي نعمة من عند ربنا. من خلال حكينا عن دولة الإمارات وقديش كان لها دور بداياتك ونجاحك وتطورك وصولك لهالنقطة اللي وصلت لها اليوم، حابين منك رسالة شكر لشيوخ دولة الإمارات الله يحفظهم. الله يحفظهم جميعا. طبعا أقدم شكري لرئيس الدولة حفظه الله والله يشفيه، ونائب الرئيس الدولة، جميع حكام الإمارات بما فيهم حكام إمارة دبي، حاكم شارقة الشيخ سلطان الله يحفظه ويطول في عمره، وطبعا جميع الدوائر الحكومية في الإمارات كلها هي تساندنا. يعني أكيد. يعني هم الشيوخ ما شاء الله هم الرؤساء، وتحت الجنود تحتهم اللي يساعدونا في كل الأمور. أكيد. الله يحفظهم، الله يطول بعمرهم وديمهم علينا يا رب، وديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات. وأكيد خلال مسيرتك العملية ويمكن حياتك الخاصة أيضا كان فيها شخص ساندك بهالفترة حابب تحكي له شكرا عبر برنامجنا؟ والله الشكر طبعا المصنع هذا لولا شريكي وصديقي يعني وحبيبي الأستاذ ماهر ما كان موجود، كان ما قام. أكيد. يعني أنا معتمد اعتماد كلي عليه، لأنه هو شخص من ناحية الأخلاق، من ناحية الدين، ومن ناحية الناحية الفنية هو رقم واحد يعني. ونحن كإخوان يعني ما عندنا أي اختلاف في أي شيء بيننا وبينه، ونساعد بعض في كل شيء. مثلا هو يأخذ رأيي في أشياء كثيرة وأنا أخذ رأيي في أشياء كثيرة، وعلى هذا الطريق نحن ماشيين. هاي أهم شيء بالشراكة. إحنا كمان بدورنا بنشكر شريكك اللي ساندك، ونشكر أي حدا بالحياة ساندك وصلك لهالنقطة تبع اليوم. ونشكرك كتير أستاذ خالد خوري، وأهلا وسهلا فيك اليوم ببرنامجنا. شكرا، جزاك الله خير. العفو. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم ونراكم في حلقة جديدة.